قصص عربية. الأميرة دقيقة. في مكان بعيد فيه التوت أكبر من البرتقال، عاشت أميرة اسمها دقيقة. سميت هكذا لأنها تعد كل دقيقة تقضيها في أي شيء. أوه، هذا إنه أولى. قضيت دقيقتين أكثر على شعري. هذا مضيعة للوقت. علي فعل شيء إذن. أوه ياه، لقد مرت دقيقة أخرى. الأميرة دقيقة غريبة جدا. نعم، أعني هي لن تصبح الحاكمة أبدا بهذا الحجم. عرفت الأميرة كيف يراها الجميع، لكنها لم تهتم عادة، لكن أحيانا كانت تتأثر. ألا ترى يا توني، إنهم محقون. لن أصبح الحاكمة، أعني بهذا الحجم، ما الذي سأحكمه؟ شجيرة؟ أنا أصغر حتى من نبتة كاملة. هيا يا توني، هيا لأشتري بعض الحلي، هذا سيساعدني. لدينا 13 دقيقة لنصل، علينا توفير الوقت. بصحبة صديقها توني ذهبت الأميرة للسوق، ثم سمعت قطة تروق عاليا. أوه هيا يا توني، علينا أن نكمل، لا وقت لمعرفة ما يجري، نضيع وقتا ثمينا. نعم، هذا جزء من شخصيتها، كانت طيبة وصبورة، لكنها تقدر الوقت أكثر من البشر. خذ منها ما تريد، لدينا كل حلوى العالم. انظر كم هي مريحة، ستجعلك تنام بعمق. السجاجيد مصنعة من أفخر الأنسجة يا سيدي، هيا المسها. هل هي تطير؟ فقط لو قام بتحديها قرد. ماذا؟ لماذا لا يفهم أحد دعاباتي؟ حولي، حولي لامعة. لما المكان مزدحم؟ لو أعرف كنت سأحضر الخدم. أها، مفضلتي. المعذرة، لدي فقط 6 دقائق. أهلا. هل تحضر هذا لي؟ لا، أنا أريد هذا. بيعت. هذا سوف يبدو رائعا على زوجتي. لا، أنا أميرة، أنصت إلي. بيعت. لا لا، لحظة، أهذه هي الأميرة؟ أخيرا. نعم، أنا أريد شراء بعض الحلي رجاء. عذرا يا مولاتي، أنا لم أراك هناك، والآن كل الحلي قد بيعت. لا بأس، أعطني بعض الأقراط إذن. آسف يا مولاتي، لقد بيعت كلها أيضا. لو علمت بوجودك كنت سأحتفظ بالبعض، لكن لم أرك أو أسمعك، لذا. قلت هذا من قبل، لا داعي للتكرار. أنت لم تراني أو تسمعني لأنني صغيرة. مولاتي، أنا لم أعني هذا. لقد حزنت الأميرة. لم يعرف أحد ما حدث، لكن ظلت الأميرة في غرفتها لأيام. أخيراً جاء أحد لزيارتها. أهلاً عزيزتي.
ماذا؟ من تكونين؟ أوه، تعرفين؟ أنا آتي مع ظهور الدموع. لا تشبهين المنديل. ماذا؟ لا، أنا جنية الابتسام. أنا هنا لأعطيك ابتسامة. ابتعدي. لو تريدين هذا عليك جعلي أطول. تعبت من كوني هكذا، هل تستطيعين؟ حسناً، حجمك لم يتسبب فيما تشعرين به. ماذا تعنين؟ أحياناً تكون التجربة أفضل كثيراً من الشرح. ما رأيك إذن؟ لن أجعلك أطول وأكبر، لكنني سأعطيك 3 هدايا وهذا سيكون مفيداً لك. جنية الابتسام أعطتها بندقة ومشبك وطائراً أيضاً. ماذا سأفعل بهذا؟ إنها هدايا سحرية، يمكن استخدام إياها مرة في أي وقت وأي شيء تحتاجين، لكن عليك ألا تستخدميها ل48 ساعة، وعندها سيعمل السحر فيها وتصبحين أطول وأكبر. ياه، فقط أحتفظ بها ل48 ساعة؟ أحب حساب الوقت بشدة، هذا رائع. كانت الأميرة سعيدة جداً، خرجت من غرفتها وحيت الجميع. كانت سعيدة طوال اليوم، ولاحقاً جاء رجل إلى الملك. سيدي، السد أعلى الوادي تشقق، الماء قادم للقرية. لو تحطم السد الاحتياطي أيضاً ستختفي 30 قرية على الأقل. ماذا؟ الملك والأميرة وكل الجنود غادروا فوراً. كان الجميع يساعد في إخلاء القرى. يوجد أي أمل لدينا. سنفقد كل ما نملك، بيتنا وذكرياتنا. ستصنعون المزيد، القصر سيساعد في كل شيء. سمعت الأميرة سيدة تطلب المساعدة والصوت كان بعيدا. أخذت حصانها وذهبت نحوها بدون تفكير. لا يا أميرة، هذا خطير. ماذا حدث؟ أولادي، لقد جرفتهم المياه. فزعت الأميرة ولم تعرف ماذا تفعل. إنها هدايا سحرية، يمكن استخدام إياها مرة في أي وقت وأي شيء تحتاجين. عليك ألا تستخدميها ل48 ساعة، وعندها سيعمل السحر فيها وتصبحين أطول وأكبر. ما فائدة الطول والحجم لو تركتهم يغرقون؟ ألقت الأميرة نصف البندقة في الماء وتمنت أن يعمل السحر، وبالفعل تحولت إلى قارب كبير وحملت الولدين. أمي! يا أميرة، أنت أعظم أميرة، أنقذت حياتهما. مولاتي، لقد جرفتنا المياه من أعلى الوادي، المياه لن تتوقف. سد الوادي ينهار، ولو لم نتصرف القرية كلها ستضيع. ركبت الأميرة الحصان وذهبت للوادي، وتفاجأت لأن توني كان يصعد المنحدر بمنتهى القوة. هنا يا توني، انظر إليه، علينا إصلاح السد. أنا فقط من أمتلك هدايا سحرية،
علي المحاولة. استخدمت نصف البندقة الآخر لتذهب بالقرب من الشق في السد. ذهبت بها مباشرة إلى الشق ولم تتأثر بالتيار. استخدمت المشبك على الشق، وبالفعل حدث السحر، أصبح السد كالجديد. نعم توني، أرأيت هذا؟ لم يكن أحد موجودا ليرى ما فعلته الأميرة، لكنها لم تهتم، كانت فقط تهتم بمملكتها. عادت الأميرة لتطمئن على القرية، وهناك عرفت أن الجميع بأمان، وأصبحت المياه هادئة. ما المشكلة؟ لا أعرف أين جروي مونتي. ماذا لو غارق؟ ماذا؟ لا يا طائر، حان دورك، هيا طر وأحضر الجرو الآن. مرت لحظات ونجح الطائر بالفعل. مونتي! يا أميرة، أنحني لك ولكرمك. تحيا الأميرة! تحيا الأميرة! يا أميرة، هل الهدايا السحرية معك؟ أوه، أهلاً. لقد استخدمتها جميعاً. استخدمتيها؟ وكيف سأجعلك أطول وأكبر؟ ولكن يا جنية، لا أريد الطول والحجم، أحدهم دعاني بالأعظم، وصدقيني لو كبرت على حساب شعبي فأنا لا أريد أن أصبح أكبر. تعلمت المعنى الحقيقي للإنسانية يا صغيرة. المشكلة ليست في حجمك، بل فيما تستخدمين قلبك الطيب. أنا أظن أن الهدايا نجحت بالفعل. وداعا يا أميرة. ها؟ لم ترى الأميرة الجنية مجددا، لكنها فهمت كلامها. الجميع يرى الأميرة الآن ويسمعها ويحترمها أيضا، لم تعد فقط من تهتم بالوقت، بل أصبحت من تنقذ الأرواح. يا أصدقاء، ما الذي يشعركم بالامتنان اليوم؟